يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره، فكيف الجمع بين هذا وبين الأحاديث التي تذكر بأن هناك ملك عن اليمين وملك عن الشمال؟ يكتب السيئات، اللي عن الشمال يكتب السيئات، وقد الله أعلم أنه في الصلاة يتخلى عن العبد، لأن الصلاة ما فيها سيئات. نعم.